فقرة الكار ميك اب النهاردة هنتابع مع بعض عربيتين متعدلين من بورسعيد، عربية هوندا سيفيك كوبي وعربية اوبل فيكرا. العربية الاوبل فيكرا وعربية الهوندا متعدلين الشكل الخارجي مع فريق توجيب من بورسعيد. احنا عارفين طبعا ان بورسعيدية كلهم بيحبوا تعديل شكل العربيات، بما انهم محكومين بسعر لترية معينة بيحاولوا هم يعدلوا في حدود السعر اللترية بتاعتهم اللي هي 1500 سي سي. تعالوا مع بعض نشوف توجيب عمل ايه مع العربيات دي. انا اسمي كريم سليمان. العربية ديت موديل 98 اوبل فيكترا. يعني حبيت اول ما اركبها ان انا اعدل شكل الابواب وفتحته، فتحت الباب كده اللي قدام وعدلت برضو الباب اللي ورا وركبت لها جنط. يعني بنحب العربيات وبنحب اللي احنا نوضب في العربيات. اول حاجه بدات فيها في العربيه اللي انا ركبت لها جنط 17 مقاس 7.5 بوصه، وحطيت عليه كاوتش 40 215 قدام 235 ورا، وجبت لها عفشه كوني، جبت لها فوانيس قدام، جبت لها زنون، يعني كراسي ريكارو جوه. بدأت أعدل في مكان الأبواب. طبعا مكان الأبواب معروف عادي اللي هو بيتفتح لفوق، والمفروض اللي هو بيتفتح للجنب يعني، وبدأت أنا اللي أنا أفتحه لفوق. والباب اللي ورا برضه المفروض اللي هو بيتفتح الفتحة العادية برضه بتاعته بقى بيتفتح برضه فوق السقف يعني. وجبت لها طقم زوايد رابر بتاع أوريجينال، وركبت لها زنون عالي واطي فوق وتحت فوجات بس، وركبت لها كاميرا ورا عشان السنسور والشاشة. انا محمد فؤاد، اشتريت عربيه هوندا كوبي موديل 98. حبيت اغير فيها شويه بس ما حاولتش برضو اغير من ملامحها، سبتها زي ما هي. بس هو كل اللي عملته زنط، حطيت كبوت فايبر كلاس، العدادات زينون، الفوانيس ورا قدام زينون، فتحة سقف كهرباء، ازاز كهرباء، كل كهرباء، مرايات بي ام، وهي بتبقى كويسة في الأبعاد أحسن من العادية. وعندنا عفشة رياضية كوني عشان طبعا تظبط العفشة شوية مع الجنب.